طبعا انتي لابسه زي هو زي العروسه الاثنويه، والاثنى ديت موجوده في مدينه الاقصر تابعه لمحافظه الاقصر، فكنت عاوزك تكلميني عن الزي ده اصلا بيتصنع ازاي في الاول. هو الزي ده من زمان عندنا، يعني هو يعني يعتبر الزي الرسمي اللي موجود لكل بنت موجودة. هو بيختلف شوية عن العروسة، من البنت اللي لسه ما اتجوزتش او الست الكبيرة. ده بيبقى عبارة عن طوب وحبرة. الحبرة دي اللي انا لابساها هي بتتنسج، يعني بتبقى نسيج معين ناس بينسجوها في مدينة اسنا برضو. وده التوب ده برضو مش بتدخل فيه خياطة، بيبقى عبارة عن الحرير، عبارة عن توب حرير. التوب ده بيتفصل بيتقص وبيتفصل على كله على مقاس واحد، يعني لكل الستات. والحبرة دي هي واحدة بس اللي يفرقها عن الحبرة السوداء، ان العروسة بيبقى ليها خطين موف. دي تبقى عروسة، هي ومشي في الشارع بتبقى مميزة بما ان هو لون الالوان المبهجة يعني بالنسبة لهم، فدي كده هي العروسة. وده بيعبر عن الست الاثنوية، وان هو حشامة، وان العريس لازم يلبس العروسة، يبقى يخلي العروسة لابسة اللبس ده بعد الجواز يعني. فحتى عندنا حاجة اسمها ان الست لما يعني حماة العروسة لما تجيب لها رد الشيلة، فلازم تجيب لها الحبرة دي من ضمن الزيارة عشان تفهمها كده ان انتي خلاص هتلبسي حبرة وتوم. يعني الحبرة والتوب دول بيتلبسوا بعد الزفاف، بعد الزفاف لفترة قد إيه؟ بعد الزفاف على طول بتلبسهم. ممكن في بنات عندنا بيلبسوا ده، هو هم يعني بيلبسوه كده من قبل ما يتجوزوا، يعني بيقعدوا فترة قد إيه بعد الجواز من لابسينه يعني؟ بيلبسوه على طول. ما هو ده زي الموجود بتاعنا يعني، خلاص العروس بعد ما تتجوز تلبس ده. بس تفضل ده لبسها طول العمر بعد كده؟ هو ده لبسها طول الوقت. بعدين تكبر في السن ما يبقاش فيه خط الموف ده، تبقى لونها اسود يعني وقارا لسنها. وهو ده كده بيخلي ان الست ما تبانش منها حاجة، يعني مش اللي ماشي في الشارع ما يشوفش الست دي. وكمان هو مميز ان هو مش بيخلي البنت لا طويلة ولا قصيرة ولا تخينة ولا رفيعة، فهو بالنسبة لهم هو حاجة مناسبة للست. وان احنا بيبقى فيه عندنا مراسم كتير زي في الواجب، عزاء، حاجات زي دي، فلازم ان هي تطلع باللبس ده. يعني ليه أصبح الزي الرسمي للمرأة الإثنوية؟ هو ده ليه أو قصة. العروسة الإثنوية؟ هو ده ليه قصة. زمان كان في واحدة اسمها وردة باشا، كانت موجودة، هي اللي لبست اللبس ده يعني عجبها وراحت لبسته، فكل الناس حبوا يقلدوها بما ان هي يعني حد ست وقور جدا. فاللي بيلبس اللبس ده هو حد مميز وحد وقور. بما ان احنا كمان في عائلات وقبليات، فعندنا البنت ما كانش ينفع تطلع بهدوم يعني حاجات خروج او كده بلبس مبين مفصل، فده بالنسبة لهم هو ده الزي المناسب للبنت او الست موجودة في اسمه.